معادلة التميز تكاملاً بين الطالب والمدرس. أقامت وزارة التربية والأولمبياد العلمي السوري أولمبياد للمدرسين من خلال اختبارات المرحلة الأولى كتي 2378 مدرس ومدرسة. يعني لابد من المدرس والمعلم أن يكون هناك في حالة تطوير مستمر، ولكن لابد أن تكون هناك حوافز، لابد أن تكون هناك تقديم الدعم لزملائنا والمدرسين. ونقول حقيقة يعني التعليم العالي والجامعات طبعا تعطي العتبات الأولى لأي خريج، ونحن في هذه المناسبة الآن نتحضر إن شاء الله في الشهر القادم لنصدر، بعد أن أصدرنا قرارات النجاح لنصدر قرارات التعيين. يعني من الآن لدينا وضعنا خطة تدريبية بحيث جميع الزميلات والزملاء قبل الذين سيتم تعيين قبل دخولهم إلى القاعات الصفية لابد أن يكون هناك دورة تأهيلية لهم، لأن لديهم المادة العلمية، ولكن ما يتعلق بطرائق تدريس الناحية التربوية لابد من العمل معهم، فسيكون لهم خطة تدريبية، لأننا أحوج ما نكون. أولا وأخيرا لا يمكن أن تحصلي على طالب متميز ومبدع إن لم يكن لديك المدرس المتميز والمبدع، وإن شاء الله هذا طبعا هناك خطة كبيرة للتعاون نحن وزملائنا في هيئة التميز والإبداع. يعني خلينا نقول إذا سمحتي هو ما هو اختبار بمعنى اختبار بقدر ما هو عمل شكل من أشكال تطوير القدرات. يعني نحن كهيئة التميز وإبداع عنا رغبة أنه نطور القدرات بشكل أكبر للسادة والأخوة المدرسين أكثر ما نقول أنه هو اختبار، لكن اقتضيت الحاجة أن نسلك هذا وتطوير الطرق العلمية أيضا والطرائق أساليب وطرائق التعليم الحديثة التي اعتمدها الأولمبياد العلمي ولاقى نجاح على المستوى العالمي. أيضا دعيني أؤكد أن الركائز الثلاثة للعملية التعليمية هي الطالب هو الأساس والمدرس والمنهاج. منذ أيام قليلة انتهينا من تخريج طلاب الأولمبياد، وها نحن الآن في عملية تطوير قدرات للمدرسين، ولدينا شراكة أيضا مع وزارة التربية في تطوير المناهج. الأولمبياد العلمي للمدرسين الذي يهدف الحقيقة رفع مهارات وكفاءات السادة المدرسين والسادة الموجهين من جوانب العلمية من جهة، ومن جوانب أخرى مثل مهارات التفكير الإبداعي، مثل مهارات التعلم الذاتي ومهارات البحث بشكل عام. يأتي أولمبياد المدرسين فرصتان هامة للبحث عن الشريحة المبدعة من المدرسين والإفادة من تميزهم وقدراتهم وتطويرها. تجربة مميزة، ومن خلالها نحن نحس أنه عم نطور معلوماتنا ونشوف شيء جديد ومعلومات جديدة، ونختبر هالمعلومات الموجودة عنا في مجال تطور، في مجال تصير أفضل. بالنسبة للاختبار بحفزنا على الاطلاع الدائم على المعلومات الجديدة فيما يتعلق في مادة علم الأحياء، خاصة بحكم اختصاصنا احنا علم الأحياء. بالإضافة إلى ذلك تحفيز المدرس دائما على العمل والبحث والاطلاع على كل ما هو جديد في هذه المادة. يذكر أن أوائل المحافظات سيتأهلون للمرحلة الثانية وهي النهائية، وستقام مركزيا في دمشق، يتم خلالها إعلان الأوائل وتكريمهم ضمن حفل رسمي كبير.